والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول وبالله تعالى التوفيق لعل هذا هو الدرس الرابع، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم شيء من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراباته، وشيء أيضا عن البيئة التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تتمة لما سبق أو إرداف لما سبق على الأقل. فأقول وبالله تعالى التوفيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان مسترضعا في بني سعد بن بكر، وقد ذكر أهل السير أن المرضعة كانت حليمة السعدية لنسبتها إلى بني سعد بن بكر، كانت المرضعة على رأي الأكثرين، ولم يثبت اسمها في حديث هي حليمة السعدية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا هناك بعد وفاة أمه آمنة بنت وهب، فدفع به يرضع أو يرتضع عند حليم عند بني سعد، فلهذا ذكروا أن حليمة السعدية نسبتها إلى بني سعد. وكما أسلفت لا يثبت في الباب خبر عن تسميتها حليمة، لكن هذا قول أكثر أهل السير. وعليه فلا مانع من أن يرتضع الصبي من امرأة ليست بمسلمة، فكانت على دين قومها آنذاك. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق صدره عندها، وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حدث مرتين، المرة الأولى وهو عند مرضعه حليمة السعدية، أو عند مرضعه، فجاء جبريل وأخذه من بين سائر الصبيان وشق صدره وغسله واستخرج القلب وغسله وملأه إيمانا وحكمة، ثم لأمه قال أنس، فكنا نرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور عند قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. والمرة الأخرى هي عند الإسراء به في الليلة التي أسري به فيها عليه الصلاة والسلام، فحصل له صدر شق الصدر مرتين، وهذا في تفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك كما سبق. وبعد أرضعته أيضا ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، فإن شئت أن تقول بهذه المثابة أن هذه المولاة لأبي لهب لبنها كان يضر بسبب أبي لهب، فإذا سلم بهذا سيقال إن أبو لهب هو أبو الرسول من الرضاعة، لأن ثويبة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، فإن أيضا في هذا الصدد يقول عليه الصلاة والسلام أرضعتني وحمزة ثويبة، أرضعتني وحمزة ثويبة، فللرسول إخوة من الرضاعة، للرسول إخوة من الرضاعة، أحدهم وهو عمه، إلا أنه حمزة بن عبد المطلب، هو عمه وأخوه من الرضاعة كذلك. وكذلك من إخواني من الرضاعة أبو سلمة زوج أم سلمة، زوج أم سلمة، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن زينب بنت أم سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمنا أن النبي سيتزوجها، فبلغ الكلام النبي فبلغ الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له إحدى أزواجه وهي أم حبيبة يا رسول الله تزوج أختي، قال أختك بنت أبي سفيان، قالت نعم، قال أو تحبين ذلك، قالت لست لك بمخلية ولكن أحب من شاركني في خير أختي.
فقال إنها لا تحل لي، يعني يظن النبي أنها تريد أن تطلق وتأتي أختها مكانها. قال إنها لا تحل لي، فقالت حينئذ فإننا نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، أرضعتني وأبا سلمة إنها ابنة أخي من الرضاع. فهي يعني التحريم اجتمع من أمرين، هي ربيبة في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوها أبو سلمة أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. إذن خلص لنا الآن أن من إخوان الرسول من الرضاع الذين ذكروا من الرجال هم حمزة ابن عبد المطلب وأبو سلمة زوج أم سلمة، وذكروا نساء كثيرات كالشيماء أو غير الشيماء، ولكن لم أحرر السند بذلك، لكنه قول لأهل السير. فهذا عن مرضعات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كما سلف الحديث عنهم. أيضا هنالك أيضا أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي زوجة زيد بن حارثة، وهي أم أسامة ابن زيد، فهي كانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقوم عليه في صغره صلوات الله وسلامه عليه. نظرة إلى الأعمال التي كان يعملها أو يمارسها أهل مكة، الأعمال التي يكتسبون منها، لأن هذا يضفي بظلاله على عمل النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. فمن أعمال أهل مكة ومن أشهر أعمالهم التجارات، فكانوا أهل تجارات يتاجرون للقادمين للحج، يبيعون لهم ويشترون منهم، وكذلك يذهبون رحلات للتجارات. فأغلب عمل أهل مكة كان التجارات مع رعي بعضهم للأغنام. ودل على ما ذكر قول الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فكان لهم رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، يذهبون إلى هذه وتلك للتجارات. وكما لا يخفى فإن من أسباب غزوة بدر، من أسباب موقعة بدر، أن النبي قد خرج مع أصحابه لاعتراض عير أبي سفيان القادمة من الشام والمتجه إلى مكة لأخذ شيء من حقهم الذي قد سلبه القرشيون من المسلمين لما هاجر المسلمون. فكانوا يعملون بالتجارات كانوا يعملون بالتجارات كما هو مشهور من أمرهم. وقد قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهو التجارة في الحج. قال تعالى في شأن الحج أيضا يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، فشهود المنافع شهود التجارات وغيره. فعملهم كان في الغالب التجارات، إما أنهم يرحلوا يأتون ببضاعة من الشام أو من اليمن ويبيعوها، أو أنهم يستقبلون الحجيج والمعتمرين القادمين إلى مكة فيبيعون من لهم ويشترون منهم، يأخذون من هذا ويشترون من ذاك. وأيضا فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنام، رأى الرسول الغنم عليه الصلاة والسلام، بل وقد قال ما من نبي إلا وقد رأى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم رأيتها على قراريط لأهل مكة، أي مقابل قراريط لأهل مكة. والذين كانت لهم زراعات من أهل مكة لم تكن تلك الزراعات في مكة في الغالب، إنما كان بعضها في الطائف كالبستان الشهير لبعضهم لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وإلى غير ذلك، لكن كان عملهم الرئيسي العمل التجاري. كانت لهم أسواق كذي المجاز
ومجنة وعكاظ وغير ذلك من الأسواق، فكانت لهم أسواق يتاجرون فيها ويبيعون ويشترون كما هو معروف. هذا عن عمل أهل مكة. وذكر أهل السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن رعايته الغنم عمل في التجارة أيضا عليه الصلاة والسلام، فإن الله قال: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال تعالى أيضا عن عموم الرسل: أما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فرسول الله كان يتاجر، وكما تقدم أيضا كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. ثم بعد ذلك بدأ يجاهد لما فرض عليه الجهاد في المدينة عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا وقد ذكر أهل السير، ولا سنيد في ذلك تعوزنا إلا على إغماض في بعض رجال أسانيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم تاجر لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها في مالها، تاجر لها وعمل وباع واشترى عليه الصلاة والسلام لخديجة بنت خويلد، وكان هذا من أسباب زواجه بها على ما تنقل في السير. أما الأسانيد فيفتقر إليها المقام، وأنها لما وصف لها غلامها الذي كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته الطيبة الحسنة، ووصف لها من أمانته عليه الصلاة والسلام ومن خلقه الكريم، وأيضا ربحت أرباحا طيبة، كان هذا من أسباب زواجها منه رضي الله تعالى عنها. فخديجة هي أول زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عليها في زمانها، يعني ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة مع خديجة، إنما لما ماتت خديجة تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثم تزوج بعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. خديجة رضي الله عنها لزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها قصة، ونعرض شيئا ما عن جوهرها لأن فيها بعض الأسانيد الضعيفة أو جلها أسانيد متكلم فيها، والقدر الثابت سيأتي في باب زواجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خديجة من ناحية الفضائل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها أربع، آسيا ومريم وفاطمة وخديجة عليهم السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: إن الله إن جبريل يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أيضا: هذا جبريل يقرئك السلام. فتقول برد: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. خديجة التي أزرت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، وسيأتي الحديث بتفصيل عن ذلك في بداية الوحي إن شاء الله، وهو الدرس القادم. أنجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة زينب رضي الله تعالى عنها، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تزوجت بابن خالتها، خالتها هالة بنت خويلد. فهالة بنت خويلد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بقدومها إلى بيته بعد وفاة خديجة، ويرتاع لها ويرسل إلى صديقات خديجة، ويرسل إلى هالة بنت خويلد. فهالة بنت خويلد زوجت ابنها أبا العاص ابن الربيع، زوجته بنت أختها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجب منها أمامة كما هو معلوم، وغير أمامة أيضا.
ففي دليل على جواز تزويج الأقارب. فزينب بنت رسول الله تزوجت بابن خالتها أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه، وفاطمة بنت رسول الله تزوجت بابن عم أبيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحللنا لك أزواجك، إلى أن قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. والنبي تزوج ببنت عمته زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله، أمها أميمة بنت عبد المطلب. والله لما ذكر المحرمات من الأنكحة قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فهذا عن خديجة أنجبت لرسول الله من البنات زينب، وأنجبت للرسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وأنجبت للرسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وأنجبت للرسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة. فهؤلاء بنات رسول الله المعروفات الشهيرات، آخرهن موتا فاطمة عليه السلام، وهي التي ابتليت برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. فكل بنات النبي متن في حياته: زينب، أم كلثوم، رقية، كلهن متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عاشت واحدة إلا فاطمة، عاشت بعد رسول الله تقريبا 6 أشهر وماتت، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول كنا لحاقا بي، عفوا، قال لفاطمة: إنك أول أهل بيتي لحوقا بي. فهذا عن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولاده عليه الصلاة والسلام فذكر منهم القاسم، وبه تكن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم عبد الله، وذكر منهم أيضا إبراهيم، لكن إبراهيم كان من مرية عليه السلام. نعم. نعم، ذكروا لرسول الله عليه السلام أيضا من أبناء من الأبناء الطاهر والطيب. وكما أسلفت فالأسانيد تعوقني عن الانطلاق شيئا ما في هذا الباب، لأن لا أحب أن أذكر الشيء إلا الذي ثبت له سند صحيح أو أجمعت الأمة عليه، وبالله تعالى التوفيق. الحديث الوردة في شأن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة سيذكر بعضها إن شاء الله تعالى في درس قادم إن شاء الله. فهذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن البيئة التي نشأ فيها. وقبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاء سيل عظيم ملأ ما بين الجبلين، كما قال سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده: كان قبل المبعث سيل عظيم في مكة ملأ ما بين الجبلين. فهذا السيل تسبب في دمار الكعبة، ويقولون هذا الحديث كان له شأن. فلما هدمت الكعبة وأرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة، اتفقوا فيما بينهم على أن لا يدخلوا في بناء الكعبة إلا مالا حلالا، لا يدخلون فيه مال ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا غير ذلك من الأموال المخصومة ولا المسروقة. فقالوا: لا يأتي أحد بشيء من مال المحرم لبناء الكعبة. فلما جمعوا المال الحلال مع شركهم، يعرفون أن هذا حرام، مع شركهم قصرت بهم النفقة، المال الذي اجتمع قصرت بهم النفقة الحلال عن بناء الكعبة. فبنوها على قواعد إبراهيم من 3 اتجاهات، والركن الرابع لم يستطيعوا بناءه على قواعد إبراهيم لقلة التكاليف آنذاك، فصنعوا له ما يقال له الآن بالحجر، ولعل الصورة تمثل هكذا. هكذا من 3 أركان على قواعد إبراهيم هنا. هنا الحجر الأسود، وفي الاتجاه الثاني الركن اليماني، و هذه العلامة يشار بها إلى المقام، مقام إبراهيم. وهذا القوس الموجود الآن
هو الذي كان الكعبة، يعني الكعبة لم تكن مكعبة بالضبط، بل كان هذا القوس فيها، فلا عجزوا عن بنائه، على عجزوا عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فأنشأوا لها الجدار الرابع الآن. أنشأوا لها الجدار الرابع أيامها عفوا الموجود الآن، وجعلوا لها باب يدخل منه الناس وباب، يعني الآن كان المفترض أن الكعبة تكون هكذا على كل هذا، لكن قصرت النفقة فجعلوها هكذا المربع، فهذا الذي يدخل هنا، هذا المكان اسمه الحجر، هذا المكان اسمه الحجر، واضح يا أخوة؟ فالذي يريد أن يصلي في الكعبة، لأن إذا صلى في الحجر يكون قد صلى في الكعبة، فالطائف الذي يطوف يلزم أن يطوف حول كل هذا، ما إذا طاف ودخل من هنا لا ينعقد له طواف، شوط باطل، لكن الطائف الذي يطوف يطوف من الجميع. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكني خشيت أن تنكر قلوبهم، خشيت أن تنكر قلوبهم، فبنيت على قواعد إبراهيم وتركت، لكن قال النبي ذلك، فلما كان زمن ابن الزبير هدمها وقال إني مستخير ربي ثلاثا، وهدمها وبناها على قواعد إبراهيم لما سمع الحديث من عائشة. فلما قتل ابن الزبير أتى خصومه من بني أمية فهدموا الذي صنعه وأعادوها على ما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء مروان أو غير مروان يستفتي عائشة في شأن الكعبة، أتى أحد أمراء بني أمية يستفتيها: هل الرسول فعلا قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم؟ فأجابت عائشة بنعم، فقال: ليتنا ولينا ابن الزبير ما تولى، يعني ليتنا تركناه والذي عمل. فلما زالت دولة بني أمية وجاءت دولة العباس أرادوا أن يعيدوها على قواعد إبراهيم كما فعل ابن الزبير وكما هي وصية رسول الله أو كما هي مقولة رسول الله، فاستشاروا الإمام مالك فقالوا: لا تجعلوا، قال مالك: لا تجعلوا الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك، كل ملك يأتي اتركوها على ما هي عليه، لا كل ملك يدلي فيها برأي من الآراء. هذا عن بناء الكعبة. والقصة الشهيرة أن الكعبة لما هدمت وأرادوا بناءها اختلفوا في من يضع الحجر الأسود، فتنازعت القبائل من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، فكل قبيلة تريده، فقالوا: نحتكم إلى أول داخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع الحجر في ثوب، وأخذت كل قبيلة بطرف من الثوب، ورفعوا الحجر ونصبه النبي في مكانه عليه الصلاة والسلام، فرضوا بذلك. تلك قصة ليس سندها بذاك القوي المتين، ولكن بعض العلماء حسنوها على إغماض يسير في بعض رجال إسنادها، وكأنه إذا لم يكن السند اختلط عليه عبد الله بن عثمان بن خثيم وفيه بعض الكلام اليسير، لكن تناقلتها كتب السير، وأنهم لما دخل على النبي قالوا: جاء الأمين أو جاء الصادق الأمين، فرضوا بحكمه عليه الصلاة والسلام. هذا إجمالا كان مع ما سلف كمقدمة للحديث عن بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتناوله في درس قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم.